أحييكم من القدس. ولما أتى اليوم الخمسون كانوا مجتمعين كلهم في مكان واحد، فانطلق من السماء بغتة دوي كريح عاصفة، فملأ جوانب البيت الذي كانوا فيه، وظهرت لهم ألسنة كأنها من نار. هكذا يصف لنا سفر أعمال الرسل اليوم الخمسين بعد فصح القيامة، وهو اليوم الذي يحتفل به بمناسبة حلول الروح القدس على الرسل والتلاميذ الشهود الأوائل على هبة الله التي أضفت على الأرض ميلادا جديدا، وعلى الكنيسة انبعاثا يبشر بزمن لا عودة عنه. في السياق ذاته يحج إلى الأرض المقدسة مجموعة كبيرة من المؤمنين القادمين من البرازيل وأنغولا للاحتفال بعيد العنصرة وعيش تجلياته في وطن القيامة وحلول الروح القدس والصلاة من أجل المسيحيين المضطهدين الذين يواجهون خطر اقتلاعهم من أرض أجدادهم. وفي النشرة أيضا نصحبكم مشاهدين الكرام في جولة مع مراسلين وطائفة أخرى من الأخبار المنوعة. وإلى التقارير، أقام الفرنسيسكان في القدس احتفالا خاصا بصلاة الغروب في علية صهيون بمناسبة حلول عيد العنصرة. مراسلتنا أعدت لنا التقرير التالي. نقرأ في الفصل الثاني من سفر أعمال الرسل: ولما أتى اليوم الخمسون كانوا مجتمعين كلهم في مكان واحد. اليوم كما في ذلك الوقت تجمع المسيحيون في القدس في العلية على جبل صهيون ليتذكروا سر نزول الروح القدس على مريم والرسل. الاحتفال بعيد العنصرة يعني الاحتفال ببداية الكنيسة، هذا يعني الاحتفال بهبة الروح القدس التي تجعلنا نفهم المسار الذي حققه تاريخ الخلاص الملخص في سر المسيح. الرهبان الفرنسيسكان في حراسة الأرض المقدسة يأتون في موكب إلى جبل صهيون للاحتفال بصلاة الغروب الثانية التي يرئيسها نائب الحارس الأب دوبرمير جاسال. وخلال الاحتفال يتم تبخير المكان مرتين حيث نزل الروح القدس وفقا للتقاليد. هذه الرتبة إلى جانب غسل الأرجل يوم الخميس المقدس هما المناسبتان الوحيدتان في السنة الليتورجية التي يستطيع الكاثوليك أن يحتفل بهما في علية العشاء الأخير، وهو المكان الأول الذي عده فرانسيسكان حراسة الأرض المقدسة وما يزال يتمتع بوضع خاص. طلب الفرنسيسكان بالملكية عام 1333 وحرموا منها عام 1551 من قبل السلطات العثمانية، ومنذ ذلك الحين ونحن نحاول استعادة الملكية. نحن نعتبر هذا المكان واحدا من أهم الأماكن المقدسة في البلاد ونريد استعادته، فالفرنسيسكان هم المجموعة المسيحية الوحيدة التي يسمح لها بالمجيء إلى هنا وإقامة الصلاة رسميا مرتين في العام. استولت إسرائيل على المكان عام 1948، وبعد عام 1967 افتتح للجمهور. وقد امتلأ الجميع بالروح القدس وبدأوا يتحدثون بلغات مختلفة. اليوم كما في عيد العنصرة يتم التحدث بعدة لغات بين المؤمنين الذين قدموا إلى العلية من جميع أنحاء العالم، حيث يتلون بلغاتهم الخاصة الصلاة الربانية. ومثلما يعيشون تجربة إثارة تمثيل الكنيسة الأولى اليوم في القدس، فإنهم يجلبون أيضاً سمات كنائسهم الخاصة. أنا من الصين. أنتم تعلمون أن الكاثوليك ليسوا كثيرين في الصين، ثم عدد قليل فقط خصوصاً في أوساط كبار السن يعيشون حياة الإيمان، والعديد من الشبان لم يعد لديهم إيمان. نحن لا تربطنا علاقة بالشعب هنا، لكن جو الإيمان يجعلنا نشعر مثل عائلة واحدة. الحب يوحدنا، وهذه هي سمة تميز المسيحيين. اسمي غيوم وأنا فرنسي، لكنني أعيش في روسيا. المسيحيون يشكلون أغلبية، لكن الكاثوليك هم بالفعل أقلية. لهذا السبب نحن نعيش بجوار الأرثوذكس ونحاول أن نفهم كيف يعيشونهم أيضا إيمانهم.
لقد جئت من الفلبين. لدينا مهمة نشر الأخبار السارة التي تقول بأن يسوع حي وأننا يجب أن لا نفقد الأمل في هذه الأوقات الصعبة. يجب أن نكون دائما متفائلين لأن يسوع وعد بأنه سيكون معنا إلى الأبد. أنا إسبانية من فالنسيا. الرسالة التي نريد أن نجلبها هي السلام، كما قال يسوع: السلام معكم، اقبلوا الروح القدس. وهذا ما فعلناه، تلقينا السلام ثم جئنا به إلى العالم وتقاسمناه مع مسيحيي هذه الأرض الذين يعانون كثيرا. نظمت حركة الكنزة نوفا في البرازيل رحلة حج إلى الأراضي المقدسة في عيد العنصرة، تخللتها مسيرة مشاعل وشموع دعماً للمسيحيين المضطهدين في الشرق الأوسط. مراسلتنا رصدت الحدث وعادت إلينا بالصور التالية. قدم إلى الأرض المقدسة 500 شخص من البرازيل وأنغولا، ينتمي أغلبهم إلى حركة تجديد مواهب الروح القدس الكاثوليكية، وقضوا 3 أيام في القدس للاحتفال بعيد العنصرة. هي السنة الرابعة اللي بتم فيها تنظيم الاحتفال بعيد العنصرة في القدس من قبل هاي المجموعة البرازيلية، هنا ينتمون كلنا لحركة الكاريزماتيك. نحن أكثر 25 سنة عم نشتغل مع الحركة هاي اللي هي أخذت هدف لإلها هي إعلان بشارة من خلال الحج. فبالنسبة له الموضوع الحج للأراضي المقدس موضوع مهم جدا لحتى يقدروا يعرفوا الناس على الإنجيل وعلى أرض الإنجيل. وكانت الفكرة بالأربع سنين إنه ليش إحنا بنعمل احتفالات للعنصرة بالبلد هون، ومن 4 سنين ينظم دائما الويك إند، يعني مد جمعة سبت أحد العنصرة، بيجوا بين 500 إلى 600 إلى 700 حسب برازيلي هاللي كل ميتهم الحركة الكاريزماتيك وبيعيشوا خبرة العنصرة في القدس. الهدف كمان إنه السنة الجاي بما إنه راح يكون في احتفالات بروما و2017 مدعوين كل المشاركة باحتفالات العنصرة في روما مع البابا، فمنفكر للسنة الجاي إن شاء الله نعمل احتفال أكبر كتير من فوق 2000 شخص يكونوا موجودين بالاحتفال هذا. طبعاً هي مبادرة حلوة كتير من البرازيلية، بتخلي أهل البلد يشوفوا إنه فعلاً في ناس جايين 16 17 18 ساعة سفر تيجوا يصلوا هون بس عيد العنصرة 4 أيام. وأكيد خلال وجودهم بالبلد بيعملوا كمان حج، يعني بيكون عندهم أسبوع زيارات وبعدين 4 أيام الصلاة والتأمل هل بتختتموه مثل الليلة في المسيرة اللي بيعملوها من نوتردام للجسمانية، إنه كيف الروح القدس اللي هو ثبت التلاميذ بالإيمان وقت محل عليهم بعلية صهيون، إنه فعلا يعطي النعمة ويثبت بإيمان كل مسيحيين الشرق حتى فعلا يشهدوا لإيمانهم بيسوع المسيح ولو حتى هذا كلفهم الموت. يعني انطلق المشاركون في هذه المسيرة من مركز نوتردام وهم يحملون المشاعل والشموع ويتلون الصلوات باللغة البرتغالية، وجابوا أزقة البلدة القديمة في القدس وصولاً إلى كنيسة الجسمانية استجابة إلى دعوة البابا فرانسيس اعتبار عيد العنصرة هذا العام مناسبة للصلاة من أجل المسيحيين المضطهدين في الشرق الأوسط. نعم، أول زيارة لي ونشكر الرب عليها، يعني بقوته روح القدس تهيئت كلته. شاركت مع الكاريزماتيك، هاي أول لقاء رغم أنه بيحكوا برتغالي بس بعتمد على الروح القدس وجاي حتى نصلي أكيد. ويذكر أن عيد العنصرة يأتي بعد 50 يوما من أحد القيامة بحلول الروح القدس على الرسل والتلاميذ الآخرين الذين كانوا مجتمعين في علية صهيون. الأساقف الكاثوليك وعدد من الكهنة والرهبان والراهبات والمدراء والمعلمين وطلبة المدارس المسيحية في البلاد تظاهروا في 27 أيار أمام مكاتب وزارة المعارف في القدس. مراسلنا كان هناك وعاد إلينا بردود فعل المتظاهرين. 47 مدرسة مسيحية في إسرائيل تضم أكثر من 30,000 طالب ويعمل فيها نحو 3,000 موظف بلغت طريقا مسدودا في المفاوضات التي تجريها الأمانة العامة لهذه المدارس مع وزارة المعارف الإسرائيلية. نحن عم نطالب أنه عدم التمييز في التعاطي معنا مثل ما عم بيتم التعامل مع المدارس الأهلية اليهودية، عم نطالب يتعاملوا مع المدارس الأهلية المسيحية، ليش عم بينعمل تمييز؟
ونظرا لعدم جدوى هذه المفاوضات تقرر التظاهر أمام مكاتب وزارة المعارف الإسرائيلية. نحن في مفاوضات من أكثر من حوالي سنة، نحن في مفاوضات، ولكن وصلنا في الآخر إلى طريق مسدود. وفي نفس الوقت اللي احنا بنطالب فيه بفي تقليصات في الميزانيات وفي تعامل غير صحيح وغير متساوي بالنسبة لمدارسنا طلابنا ومعلمينا. وكان مجلس الأساقفة الكاثوليك قد شكل لجنة متابعة لمعالجة قضية المدارس الكاثوليكية برئاسة المطران بولس ماركوتسون. نحن نريد أن نقوي هذا البلد عن طريق التعاون مع الخطة التعليمية التربوية لهذا البلد، ولكن في نفس الوقت نطلب أن تحترم تربيتنا المسيحية الخاصة، وهذا في صلب تقليد وحقوق الإنسان في إسرائيل. من تأسيس هذه الدولة هنالك احترام لتعددية التربيات، التربية لكل مجموعة اجتماعية. وشارك في هذه المظاهرة شخصيات بارزة بالنظر لأهمية وعدالة هذه القضية. نحن نذكر كشعب تاريخيا أن هذه المدارس هي التي انتشلت شعبنا من ظلمات في نهاية القرن 19 ولاحقا، وهي ما زالت تفيد شعبنا، ولكن ليس فقط شعبنا، هي تفيد مجمل المواطنين. انظر إلى خريجي الجامعات، هذه المدارس تشكل 4-5% من المدارس الثانوية، وبالمقابل فإن أكثر من 30% من خريجي الجامعات من المواطنين العرب هم خريجون من هذه المدارس الأهلية. أنا كخريجة مدرسة أهلية، بالنسبة لي أي ضرر تلحقه وزارة التعليم بالمدارس الأهلية هو ضرر على الأجيال القادمة، بكوني واحدة من اللواتي يعرفن قيمة التدريس والمستوى والاستثمار الذي تستثمر هذه المدارس بأبناء شعبنا. الوزارة صرحت على مدى سنين طويلة أن لا حاجة لوجود مدارس أهلية في هذه البلاد، وعلى التعليم أن يكون كل تعليم رسمي، فلا حاجة لوجود مثل هذه المدارس، ولكن هذا للأسف الشديد يمحي خصوصياتنا، يمحي خصوصية هذه المدارس القائمة منذ مئات السنين. على سبيل المثال مدرستنا في حيفا قائمة منذ 1858، حوالي 160 سنة، فهذه المدارس خرجت عشرات الآلاف من الخريجين الذين يتبوؤون المناصب الهامة في المجتمع. إن مالك هذه المدارس في كل أنحاء العالم، الفاتيكان وألمانيا وإنجلترا وفرنسا واسكتلندا والولايات المتحدة وغيرها، لعلى وعي تام بهذه الأزمة وهم يتابعونها باهتمام متناب، كما ويطالب المتظاهرون وزارة التربية والتعليم بتمويل المدارس المسيحية بالكامل كما تفعل مع الشبكات التربوية الأخرى، فهذا سيزيل حملا ثقيلا عن كاهل الأهالي ويلغي حاجاتهم إلى دفع الأقساط للمدارس المسيحية. كما ونطالب أيضا بأن يكون نظم التعليم على سبيل المثال أفق 11 موجودة أيضا في مدارسنا أسوة بالمدارس الأخرى، ومطالب المعلمين من استكمالات وأيام مرضية للمعلمين الابتدائية تتساوى أيضا مع المدارس الأخرى والمعلمين الآخرين، على أمل أن يكون صوتنا مسموعا وإيجابيا إن شاء الله. وإذا لم تستجب وزارة المعارف لمطالب المتظاهرين فمن المتوقع أن تقوم هذه المدارس بخطوات تصعيدية أخرى يعلن عنها في حينه. ضمن سلسلة التقارير التي يعدها المركز المسيحي للإعلام عن التجمعات المسيحية شمال الضفة الغربية، نسلط الضوء هذه المرة على مدينة طوباس التي يسكنها 50 مسيحيا فقط. مراسلتنا كانت في طوباس. تقع مدينة طوباس على بعد 19 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من مدينة جنين، ويعيش فيها 50 مواطنا مسيحيا فقط. وبالرغم من صعوبات الحياة وقلة فرص العمل فيها، إلا أن أفراد هذه الجالية الصغيرة اختاروا البقاء في المدينة التي عاش فيها أجدادهم. هذا البيت بناه حياة أبوي، كان في صارونة في يافا، وأجا بناه هون 48،
وبنى هون أخرى كمان، هذا المهدود غرفة ومطبخ، وهذا رايح من فوق نازل، وواحد بدناش نصلحه واللي نصلح هاي هون ما فيش مادة. عندي ولد هون بيشتغل، وكلنا 1200 شيكل اللي باخذهن مش مكفي ولاده، عنده 5 بنات ومرته، وعايش عندي في البيت، عايش عندي في البيت، وأنا اللي بصرف عليه وخليها على الله. أنا عندي عيلة مكونة من 3 أولاد وبنتين، عندي 2 في الجامعة، بواجه مشكلة في أقساطهم لأنه شغلي خف كثير عن أول، في صعوبة في الأقساط ما قدرتش أوفرهم، وكان في إحدى المرات الخوري يطلعهم من الكنيسة، ليش؟ لأنه ما دفعش قسط، فاضطريت أجيبهم على مدرسة الحكومة ووفوا علمهم في طوباس، وهسا عندي 2 في الجامعة وبنت لاحقتهم السنة توجيهي، مش عارف شو بدي أسوي، فوالله إني أقساطهم بديينها دين. إحنا في طوباس مهمشين وعايشين من كلت الموت. في هذه المدينة كنيسة واحدة هي كنيسة الثالوث الأقدس للروم الأرثوذكس، وقد بنيت عام 1976، ويصلي فيها عدد محدود من المسيحيين الذين يعيشون هنا. زي ما حكيت أنا كنت أخدم في 3 كنائس، زبادك وطوباس وبركي. فطوباس كانت الجمعة، بركين السبت، والأحد في الزبادة. الآن اعترضوا جماعتنا الإسلام اللي هناك ليش يوم الجمعة، يعني يوم الجمعة عندهم الصلاة. لما أجوا ناقشوا الموضوع معي يعني سؤال بسيط جدا، يعني إحنا بنعبد الله وأنتم بتعبدوا الله، أنتم بتعبدوا يوم الجمعة، مش شرط إنه إحنا نعبد يوم الأحد فقط. المسيحية في طوباس عددنا لا يتجاوز 50 فرد، كبير صغير. منعيش في محافظة حوالي 55,000 نسمة. المدينة مدينة طوباس تقدر بحوالي 30,000 أو 25,000 نسمة عددها. منعيش في علاقات طيبة مع جيراننا إخواننا المسلمين، مع أهل البلد، مع المؤسسات الرسمية والشعبية. بربطنا علاقة كثير طيبة معهم، منشاركهم أفراحهم وشاركونا أفراحنا، منشاركهم أطراحهم وشاركونا أطراحنا. في تواصل باستمرار مع أبناء البلد أو أبناء المحافظة بشكل عام. كانوا المسيحية في سنة من السنين بنطوا تقريبا 300 أو 400 شخص. سبب المسيحية إنهم بيطلعوا من هاي المحافظة لعدم توفر فرص العمل، يعني ما في شغل. هلا بتلاقي شبابنا بدور على فرصة عمل يشتغل، بيروح على رام الله، بيروح على بيت لحم، أو بيضطر إنه يسافر على كندا أو على أمريكا أو على ألمانيا بحث عن شغل وفرص عمل. للأسف إحنا مهمشين في هاي النقطة. عندنا كنيسة مبنية من سنة 1976، في زمان كنا نصلي في داخل البيوت، وتأسست هاي الكنيسة سنة 1976، اسمها كنيسة الثالوث الأقدس، وإحنا كلياتنا هون من الطائفة الروم الأرثوذكس. من يهجر بيته في طوباس لا يعود إليه، فالبيوت المسيحية المهجورة في ازدياد وجدرانها متهالكة وآيلة للسقوط ولا يعتني بها أحد. بالنسبة لموضوع شغلي، أنا بخلص دوامي يعني بالجامعة ساعة واحدة، طبعاً منزل دوامي SMW وسبت 2-4، أحد وثلاثة بداومش، عساس مثلاً إنه إذا في شغل في تصاريح مرات بتطلع لنا بطلع بشتغل. كشفت حفريات إسرائيلية في منطقة عين الحني في قرية الولجي جنوب القدس عن بقايا كنيسة وقنوات مياه وبركة متوسطة الحجم وأرضيات فسيفسائية وجرن عماد كبير وغيرها من اللقى الأثرية تشير إلى أهمية المنطقة في العصور الغابرة. كاميرا المركز المسيحي للإعلام ترصد لنا المشهد من مختلف جوانبه. تعتبر عين الحنية واحدة من أكثر العيون التي يقصدها الإسرائيليون جنوب القدس للتنزه،
وتقع إلى جنوب سكة حديد القدس يافا التي اعتبرت بعد عام 1948 بمثابة خط الهدنة، ووقعت بعد حرب حزيران 1967 في قبضة السلطات الإسرائيلية، حيث استخدمها المتدينون اليهود مع عيون أخرى لممارسة طقوس التطهر والتعميد. عين الحنية من المواقع الفلسطينية المهمة موجودة إلى الشمال الغربي من منطقة بيت لحم، وتقع حوالي 6 كيلومتر إلى الجنوب من مدينة القدس. هي من المواقع الطبيعية والأثرية الجميلة في فلسطين، وأقدم الدلائل الأثرية الموجودة فيها تعود إلى العصر الحجري النحاسي، كما أن هذه العين هي مبنية بطريقة على النمط الروماني، تحتوي على سبيل حوريات. هذا السبيل وظيفته لتزويد السكان المحليين بالمياه. وكانت سلطة الآثار الإسرائيلية نقلت قبل سنوات الحجارة البيزنطية التي تحمل نقوشاً للصليب إلى مخازنها، وحظيت هذه العين باهتمام دائرة الآثار الفلسطينية في زمن الانتداب البريطاني، حيث جرت حفريات في ثلاثينيات القرن العشرين كشفت عن كنيسة كبيرة الحجم يعتقد أنها دمرت ولم يبقى منها إلا بقايا فسيفسائية متناثرة. حقيقة كل ما يجري في منطقة 67 هي خارجة عن القانون، وتعتبر انتهاك لاتفاقيات جنيف الرابعة والاتفاقيات الدولية، وخاصة الاتفاقيات مع منظمة اليونسكو لحماية هذه المواقع الأثرية. ولا يجوز للاحتلال بأن يقوم بعمليات حفر داخل الأرض الخاضعة تحت احتلال أو سيطرة. ممكن نحصل على بعض النتائج من خلال بعض الحوليات الأثرية المختصة، سواء كانت دولية أو سواء كانت على مستوى إسرائيل، لكن نحن نطالب بجهات دولية بالمحافظة على هذه الأثار المكتشفة والتي تم اكتشافها في الثلاثينات من القرن الماضي. وفي الفترة البيزنطية أقيمت كنيسة ضخمة في ذلك الموقع، واكتشفت هذه الكنيسة سنة 1932 من قبل عالم الأثار الفلسطيني ديمتري برامكي أيام الانتداب البريطاني، ومساحة الكنيسة حوالي 32 متر في عرض 14 متر، ورصفت أرضيتها بفسيفساء جميلة جدا. تطل عين الحنية على وادي السرار الذي سارت فيه القوافل على الطرق القديمة التي ربطت بين مدينتي غزة والقدس، والحفريات التي تجريها السلطات الإسرائيلية في الموقع ترفضها السلطة الفلسطينية وتعتبرها مخالفة للمواثيق الدولية. افتتح مبنى جديد للولادة والطوارئ في مستشفى مار يوسف في القدس في مسعى جديد لتوفير خدمات إضافية تلبي بعضاً من حاجات الفلسطينيين الملحة للرعاية الصحية. مراسلتنا كانت هناك وعدت لنا التقرير التالي. افتتح مبنى جديد لقسم الولادة والطوارئ في مستشفى مار يوسف في مدينة القدس بحضور البطريرك فؤاد طوال وممثل الرئيس الفلسطيني محمود عباس دكتور صائب عريقات، والرئيسة العامة لراهبات مار يوسف للظهور الأخت جيلبرت صليبة، ومدير عام مستشفى مار يوسف جميل كوسا، وعدد من الشخصيات البارزة. سيضم كما نرى القسم الجديد 75 سريرا، يشكل بذلك عونا حقيقيا للخروج من هذه الأزمة. من ناحية أخرى سيساهم هذا المشروع في تأمين فرصة عمل لحوالي 150 عائلة مقدسية، مما يساعد المقدسيين على روح انتماء أكثر وعلى مزيد من التمسك بأرضهم ومدينتهم. لأن أنا تشرفت أن أكون عضو في مجلس أمناء مستشفى مار يوسف برئاسة غبطة البطريرك طوال وبرفقة الأستاذ دكتور جميل كوسا، وكان الوضع في القدس حقيقة يتطلب إضافة قسم مستشفى ولادة حتى نستطيع احتواء فلسطينيا كل حاجاتنا في أقسام الولادة وتمريض الولادة والأمومة والطفولة اللاحق ذلك. فبدأت الفكرة من 11 سنة،
تخطيط، شراء أرض، حصول على تصريح، ومن ثم جمع تبرعات لتنفيذ المشروع والمشاكل التي رافقت المشروع. لذلك أنا بعتقد أنه هذا الافتتاح اليوم هو إنجاز تاريخي، إنجاز استراتيجي. نفخر في مؤسسة مستشفى مار يوسف أنه لدينا الآن يعني الإمكانية لعمليات ميلاد، 7 عمليات ميلاد في نفس اللحظة بكل الإمكانات المتوفرة وبكل الحاجات المطلوبة. يعني أول شهر يفتتح هذا القسم كما علمت من دكتور جميل كوسا، لدينا تقريبا 240 حالة في شهر الافتتاح، وهذا مرشح للزيادة. وخلال حفل الافتتاح كرم مجلس الأمناء المشاركين في هذا الإنجاز المهم والقائمين عليه وأثنوا على جهودهم الخيرة. قسم الولادة بالذات نحن البورد اللجنة المسؤولين شعرنا بضرورته، لأنه صار في طلب ولادي أكثر من المستشفيات الموجودة، لم تعد تكفي قطعا، يعني كلها على بعض كانت تكفي 50%، وكثير من النساء العربيات كانوا يضطروا يروحوا إلى المستشفيات الإسرائيلية، لا في لغة ولا في معاملة ولا يختلف. ففكرنا بالعملية، ومن كذا سنة صورت تالي نهار الجهود أثمرت والحمد لله، كثيرين شعروا معنا بهذا الجو من دول ومن أفراد. في بعض الغرف إذا بتنتبهوا لبعض الغرف مكتوب اسم المحسن اللي تبرع بالغرفة بكل ما فيها من أجزاء، والحمد لله. بالنسبة لنا نحن كمسيحيين مستشفى مسيحي، هي أجمل شهادة نعطيها، شهادة محبة وشهادة خدمة للجميع، والكل هنا بشعر أنه في بيته بأمان. وبعد قص شريط الافتتاح قام البطريرك فؤاد طوال مع الحضور بجولة تفقدية في مختلف الأقسام. ارتئينا أنه إقامة مستشفى لأهالي القدس حتى يولدوا في مستشفى عربي، لا أقول يواكب المستشفيات الإسرائيلية، لما يكون أفضل من المستشفيات الإسرائيلية. تم افتتاح هذا المستشفى وتم تجهيزه على أحدث تجهيز، وإقامة المبنى من ناحية فندقية كان من أبرز يعني الإنجازات اللي صارت في المستشفى. هذه هي المستشفى. المستشفى بقدم خدماته للجميع بدون استثناء، مسيحيين ومسلمين من جميع الأطياف وخصوصا القدس. حاليا بدأ أنه حتى من الضفة الغربية بدأوا يتوافدوا على المستشفى، وتم التنسيق مع الجهات المعنية لإعطاء التصريح اللازمة في الوقت المناسب. جميع ما يخص المرأة من مشاكل نسائية، من العلاجات الصحية، إضافة إلى الأطفال الحديثي الولادة. ويذكر أن مستشفى مار يوسف تابع لراهبات مار يوسف للظهور، وهي أول جمعية رهبانية نسائية كاثوليكية تعمل في الأرض المقدسة منذ القرن 19، وتتكرس لأعمال الخير خصوصاً في مجالي التربية والصحة. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من الأرض المقدسة. يمكنكم متابعة أخبار المركز المسيحي للإعلام كذلك على موقعنا باللغة العربية عبر الإنترنت كما هو ظاهر أمامكم على الشاشة www.cmc-terrasanta.com ووسائل التواصل الاجتماعي. لكم أحلى تحيات فريق العمل، وإلى اللقاء. المجد ليسوع المسيح. نحن هنا لنروي لكم عن الأرض المقدسة، لرفع مستوى الوعي وتسليط الضوء على الكنيسة الأم في القدس والمسيحيين المحليين والأماكن المقدسة. نحن هنا لنروي الكثير من القصص المنسية عن الجهود اليومية والشجاعة والإيمان. نحن هنا لتعزيز الأمل في أرض الله، لدعم أولئك الذين يمنحون فرصة لإعلاء الصوت الثابتين في الأرض المقدسة.